ايه سنة حبايبي قول مساح بص هقول لكم ايه هتكلم معاكم في المحاضرة التانية في الفصل بتاع الهجرة تمام نفس الفصل اللي انا عملت فيه المحاضرة التالتة بعمل فيه المحاضرة التانية وده معناه ان انا يعني ايه بحاول اديلك شوية تفاصيل والفصل سهل يعني كنا وقفنا عند احنا عرفنا في الجزء اللي فات تعريف الهجرة واهميتها واسبابها والعوامل هناخد بقى نتائج الهجرة وطرق القياس نتيجة الهجرة معناها ايه معناها ان الشخص المهاجر ده سنه اولى لما بيطلع من مكان لاخر بيأسرع المكان اللي هو رايح ليه والمكان اللي خارج منه. طيب هنا بيعمل ايه في المكان اللي انا, أنا عملت دايرتين كده تخيل بقى ان انا قاعده برسم معاك كده في المحاضره دايرتين، دايره فيها منطقه الطرد ودايره فيها منطقه الجذب، اما نيجي نبص بقى المنطقه اللي هي جذبت دي حجم سكانها بيزيد والنمو فيها بيزيد ما هو جاي ناس، شوف بقى لما يكون جاي لك ضيف في البيت ونم معاك بقى واكل معاك وشرب معاك وعايش معاك وخد جزء من مرتبك. معايا ازاي ففي الحالة ديت اهو اثر عليك ولا مش هيأثر عليك اهو فقد يصل ممكن تكون النسبة ديت مثلا خمسة في على حسب النسبة اللي بتخرج عشرة في المية كل ما يكون جاي لك ضيف كتير كل ما يبقى عاملك قلق هي بالظبط كده ممكن ياثر في الفئه العمريه لان دايما الهجره سنه اولى حبايبي بتبقى اه اه سلكتيفيتي يعني ايه يعني اختياريه يعني هي ما الاطفال ما بيهاجروش الا اذا كان مع مرافقه او حاجه ولكن دايما اللي بيهاجروا هم الشباب فهنا بتلاقي القوه البلد اللي مسافر ليها بتبقى قوتها شباب بقى معايا ازاي؟ زي المانيا دلوقتي لما تحس ان الدولة شاخت كده بقت ايدجت يعني بقى فيها نسبة كبار السن عالية فتحت ابوابها سنة للشباب ليه؟ عشان يبدأوا يعملوا التوازن السكان اللي عندها تمام؟ بالاضافه ان ممكن الناس بقى اللي سافر دي تعمل عدم استقرار وعدم امن وتعمل مشاكل اجتماعيه وتعمل استهلاك للخدمات واستهلاك للمترو واستهلاك للمواصلات واستهلاك ل... فهنا بتعمل قلق منطقه الجذب معايا ازاي بتعمل فيها قلق عدد الذكور ممكن يبقوا اكتر من عدد الاناث اهي عندك كتله السكان الفئات العمريه في نفس الشريحه معايا الشريحة انا قدامك والشريحه دي انا مطلعاها من الكتاب مطلعاها من الكتاب اهي صفحه 65 يا حبايبي ماشي ومعلش بقى نتائج اللي جرى في منطقه بقى ايه هنا يعني مش النبذ السكاني سيبك من المصطلح ده انت عارف الدكتور منير يحب يجيب المصطلحات اللغويه الصعبه شويه فهنا الى منطقه الطرد السكان بنلاقي بقى كتله السكان بتقل البنيه العمريه كلمه البنيه العمريه الفئات العمريه يقصد بها يعني خلينا ناخد المصطلح الفئات العمريه هتقل في الشباب في مناطق الطرد ما تاخدش بقى تاخد بالك معايا انا هقوم ملونه لك اقول الوان هتيجي تبص بقى عامله لك ازرق واسود وبن يعني حاجة ما حصلتش البنية الجنسية كلمة البنية الجنسية للسكان يعني يقصد بها الذكور والإناث فدايما المناطق الطردة بيكون فيها نسبة الإناث أكتر خلاص الرجالة طفشوا معايا ارتفاع معدلات الوفيات ده بسبب عدد الاطفال بقى لان هنا بيبقى عند الاطفال اكتر من الشباب والاطفال طبعا انت عارف ان هنا معدل وفيات في الاطفال بيكون عالي فالمجتمع كله لما يبقى اطفال يبقى المعدل هيبقى عالي الكفاءات العلميه بتقل بيهربوا بيهربوا بره بيهربوا معايا انخفاض قوه العمل نفسها الفئه اللي هي ليبر فورس او قوه العمل بتقل ليه لانهم سافروا لان نرجع تاني نقول هل الهجره اختياريه سلكتيفيتي اه اختياريه يعني معناها بتنقي الشباب وتنقي الناس اللي عندها سكيلز مهارات معينه، وتنقي الناس اللي عندهم كفاءه معينه، فتحس بقى بتسيب خراب في المكان ده، خلاص؟ يبقى ده هيت نتائج الهجره في الجزئين مناطق الجذب ومناطق الطرد، طب هناخد بقى ال 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 المحاضره دي جزئين بس اللي هي نتائج الهجره ومقاييس الهجره، يعني ايه بقى أنا سنه حبايبي مقاييس الهجره؟ يعني انا بس عاوز اقول لك معلومه بس كده، انا لما مقاييس الهجره صفحه 66 مش عاوز انسى اهو، معايا خد كده حتة عندي اسمها الهجرة الوافدة ايه ايه والهجره النازحة. الهجره الوافدة معناها ايه عدد الوافدين للمنطقه يعني انا مثلا ما اقول ايه في جاي للدقهليه 5000 وافد يبقى دول وافدين طب خرج منها 2000 يبقى دول نازحين طب هي كسبة ولا خسرانه خمسة ناقص 2 يدينا 3 مكسب وخساره زي الفلوس بالظبط فنقول الوافد ناقص النازح يدينا صافي الهجره دي عشان تبقى عارف طب اما اجي اقول الوافد زائد النازح يبقى كتله الهجره الحجم او توتال توتال مايجريشن اجمالي المهاجرين طيب هنا بيقول لك ايه بقى بنحسب بقى عندك اهيت المقياس صفحه 67 انا ماشي معاك بالصفحه ما تخافش 67 معدل الهجره بيساوي اي بتساوي يعني كاتب لك واحد عدد الوافدين مقاس عدد السكان اكتبها بس كده معدل الهجره بيساوي عدد الوافدين على عدد السكان وخلاص سيبك من دي يبقى عدد الوافدين انا جاي للدقهليه 5000 طب وجاي للدقهليه 10000 طب جاي للدقهليه 20000 انا بقسم النسبه دي على اجمالي السكان لو كانت النسبه دي تديني نسبه كبيره من السكان يبقى صعب يبقى هي فعلا هتاثر زي ما يكون احنا 10 افراد في الاسره جاي لنا واحد ضيف مش هيفرق معانا طب جاي لنا اثنين مش هيفرق برضه لو هولي. طب جاي لنا ثلاثه هلاقي العمليه بتبقى صعبه طب جاي لنا مثلا سبعه يا ده سبعة دول هيعملوا ايه معانا واحنا عشرة ففي الحالة دي لما يكون عد الوافدين تقسمهم على السكان يبان زي مثلا الصين اهو لما يكون مهاجر للصين مثلا ميتين الف ال الف ولا حاجة هناك ولا اي حاجة يروحوا ضيف عند اسر طب ال الف دول رايحين الفاتيكان لا طبعا عدد الفاتيكان عدد سكانه قليل جدا ففي الحاله دي لهم تاثير فهنا مقاييس الهجره اهي اول مقياس عندنا الهجره الوافده بتساوي اكتبها بالعرب عدد الوافدين على عدد السكان بس كده اهو والنسبه بتبقى في الالف زي ما انا قايله لك قبل كده طيب برضو النقطة اللي بعد كده اللي في نفس الصفحة 67 في نفس الصفحة الهجرة المغادرة خلاها الهجرة يعني النسحة انت عارف خلاص بيساوي اكتبها من ناحيه العرب عاوز من العرب عدد المغادرين او النازحين على على السكان خلاص فهنا بنقول اهي المعدل يبقى الوفده والنازحه حط الوفده على السكان حط النازحه على السكان المقام واحد للاتنين يا حبايبي تمام ما تنسوش اه المقام واحد للاتنين احط فوق الوافدين يبقى معدل الهجره وفده احط فوق النازحين يبقى معدل الهجره النازحه يبقى المعدل بقسم الاجمالي على السكان بس البسط هو اللي بيتغير تمام طيب حبايبي صافي الهجره الصاف الهجره ده زي ما انا قايله لك خدها كده كده سجلها في جنب كده الصافي بتساوي الوافده ناقص النزحة وما تقولش العكس لان مهم بالنسبه لي جدا الاشاره فجاي اقول الوافده ناقص النزحة الوافده ناقص النزحة بقولها 100 مره احطها في جنب كده معايا طيب اجي اقول بقى المعدل ازاي اروح جايبه الوافده ناقص النزحة الرقم اللي طلع على السكان برده السكان يبقى السكان في الثلاثه تحت الوفد على السكان الناس على السكان الصافية على السكان الصافية دي صافي بقى طب انا دخل الدقالية عشرة وخرج منها ثلاثة يبقى الصافي سبعة اهو الصافي سبعة اقسمهم على اجمال السكان معايا ده معدل الهجرة الصافية يبقى خدنا ده معدل الهجرة الصافية تمام طيب بعد كده بقول لك معدل الهجرة الكلية بدل ما نطرح اجمع اهو عدد السكان المهاجرين المهاجرين الصافي والنازح على السكان برضو يبقى مره اطرحهم يبقى الصافي مره اجمعهم تبقى الهجره الكليه خلاص والشريحه قدامك واضحه عدد السكان المهاجرين الكلي الصافي عدد السكان اللي قاعدين في البلد اهمت وليس من اصلها سيبك من الكلام اللي شويه المكلكع ده بس اكتبها كده صافي الهجره وهي عباره الهجره الكليه وهي عباره عن الوفد زائد النسحة على اجمالي السكان وسيبك من النقطه اللي هو حاططها لك دي عندك في الكتاب انا مليت لك المعادله المظبوطه تمام طيب هنا بقولك المتوسط السنوي واللي صافي الهجره احسب بالقانون ده المتوسط السنوي انا بقول عدد السكان هو هنا مش المتوسط السنوي ولا صلح معايا بس صلح معايا صافي الهجره بيساوي اللي هي البي 2 بي 1 دي ال 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 عدد السكان في التعداد الثاني ناقص عدد السكان في التعداد الاول واقفل القوس تمام يبقى هنكتب الاس اهو الصافي يعني وعاوز عاوز لك الصافي بيساوي بي 2 ناقص بي 1 البي 2 ناقص بي 1 البي دي انا اقول اختصار البوبيوليشن بوبيوليشن العدد السكان في التعداد الثاني ناقص عدد السكان في التعداد الاول واقفل القوس وروح حاطط علامه ايه الناقص دي وافتح قوس ثاني ان ناقص ام واقفل القوس كلمه ان ناقص ام معناها هنا الوفيات ناقص المواليد بس كده وتبتدي الزمن يبقى تاني صافي الهجره دي اسمها دي اسمها معادله الموازنه، معادله الموازنه بتساوي عدد السكان في التعداد الثاني ناقص عدد السكان في عدد الاول وده قوس وبينهم وبين بعض شرطه طرح وافتح قوس تاني ال ال اللي هي عدد الوفيات ناقص المواليد، طب انا ممكن هنا اكتبها اقول كده صافي الهجره بيساوي الزياده الكليه ناقص الزياده الطبيعيه، ده بس كده اهي. الزيادة الكلية ناقص الزيادة الطبيعية، يعني إيه بقى حبايبي الزيادة الكلية؟ اللي هي 2 بي 1 ممكن أروح حطها كده كأني بشرح معاك أهو، حطهم في قوس واكتب تحتها الزيادة الكلية، معناها عدد السكان في التعداد التاني ناقص الأولاني وناقص افتح قوس تاني إن ناقص إم وهي موجودة عندك المعادلة واضحة جدا أهي في صفحة 68 المعادلة الأخيرة، 68 المعادلة الأخيرة. اهي احطه وبعدين التي اللي الزمن التي اللي هو الزمن او عدد السنين فرق السنين بين التعدادين يعني انا مثلا لو انا جايبه كده وبقول لك عدد سكان محافظه ده اللي سنه 90 وبعدين عدد سكان سنه 2000 يبقى اجيب سنه 2000 ناقص سنه 90 اهو الثانيه ناقص الاولانيه تمام طيب بعد كده الان ناقص الام عدد المواليد في الفتره دي كلها ناقص عدد الوفيات وخلاص وطلع دي ناقص دي كانهم اربع متغيرات عندك والفرق بينهم بس تحط متغيرين في قوس في قوس ومتغيرين التانيين في قوس يديني صف الهجره هنا في الحاله دي وبعدين سلاش مايله والتي اللي هو فرق الزمن لو انا بتكلم على 90 و2000 يبقى فرق الزمن 10 سنوات تمام يا حبايبي دي اسمها مقاييس الهجرة وإحنا هنا بنقول إن المحاضرة اتكلمت على المقاييس الهجرة كلها سواء هجرة وفدة أو ناسحة أو صافي أو كلية أو صافي الهجرة واتكلمت على الجزء الأولاني خالص بتاعها وهي النتائج التي تؤثر على منطقة الجذب أو منطقة الطرد وادعوا لمصر دايما يا شباب ما تنسوش الدعوة دي اللي بقول لكم كل محاضرة يلا باي باي يا حبايبي